أتمنى أنني لو عشت أكثر، أتمنى أنني لو قدمت سعادة أكثر لعائلتي، أتمنى لو علمت كم كانت الحياة أمينة، كم كانت سريعة، كم كانت فريدة وفي نفس الوقت بدون معنى. أتمنى لو أنني لم أتخلى عن حلمي، يوما ما سوف يمر شريط حياتك أمام عينيك، عليك التأكد من جعله يستحق المشاهدة. عندما نعيد النظر في حياتنا في لحظاتنا الأخيرة، سوف نتساءل جميعا، هل كان لحياتي معنى؟ هل كان لحياتي معنى في هذا العالم؟ هل كان لي تأثير في حياة أي شخص آخر؟ هل كان لي أهمية؟ لن نكون حينها قلقين بشأن أي شيء، لن نبالي بأي برنامج تلفزيوني مفضل، لن نخصص أي فكرة حول ما يعتقده الناس وما يحكمون علينا. هل كنت مهما قبل أن تلفظ أنفاسك الأخيرة؟ ربما سيكون اليوم هو الوقت المناسب لتتغير. اجعل حياتك مهمة، يوما ما سوف تنتهي سيكون هناك عدة أيام لتحدد اندفاعاتك، عليك أن تتأكد من أن تلك الاندفاعات كان لها أهمية. لأن تحيا هو أهم شيء في هذه الحياة. لا تحيا كما يعيش الآخرين، كن استثنائيا، عش كل لحظة بالصبر، وتخيل لا تبالي بأي شيء أو شخص في هذا الكون. ما هو الأهم بالنسبة لك؟ ما هي الأحلام التي تملكها؟ اذهب واحصل عليها، ما الذي تنتظر؟ أنت تمتلك طلقة واحدة فقط، إذا أخطأت الهدف على الأقل ستعيش بكبرياء وفخر بدون ضعف. حافظ على ثبات رأسك بينما يفقده الجميع، ثق بنفسك عندما يشكك الجميع بك، أتقن حلمك بينما يتخلى الجميع عن أحلامهم، كن ربان لسفينتك، كن أسدا، كن القائد بينما الجميع تابعين. عش كل يوم كما لو كان آخر يوم لك على هذه الأرض، ربما يكون. اترك ميراثك،